جزاكم الله خيرا من أسئلتها، تذكر بأن زوجها كثير الخروج من البيت ولا يحب أن يجلس معها ومع أولادها، تقول ونحن نهيئ له الجو المريح ولكن دائما يحب أن يخرج ويسهر مع زملائه وهذا لا يريحنا، فهل يأثم بتركه لنا فضيلة الشيخ؟ وما توجيهكم للأزواج؟ نعم، على الوالد أنه يجلس مع أولاده ومع زوجته وتفقد أحوالهم، وأن يربي أولاده على الطاعة وعلى الخير، و يدرسهم القرآن وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأمور العقيدة وأمور الفقه الذي يحتاجون إليه، لأن هذا من التربية ومن حقوقهم عليه، ولا يعرض عنهم ويتركهم ويجفو في حقهم، لأن هذا من سوء التربية، ولهم حق عليه، الزوجة لها حق العشرة والأولاد لهم حق التربية والتعليم، وهم أمانة عندهم ومسؤول عنهم. نعم.